السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم مقطع جديد. معاكم اخوكم مبارك القحطاني، وفي مقطع اليوم راح نلعب سوبر ماريو ميكر 2 كالعاده. مقطع اليوم راح العب فيه تحدي الاندلس سوبر اكسبرت. فيلا قبل لا نبدا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا خلونا نبدا. يلا خلنا نقول بسم الله ونبدا الرن حقنا تحدي الاندلس سوبر اكسبرت 30 حياة. خلنا نشوف في المرحلة الأولى ايش بيكون عندنا المراحل. Ground control to Major Tom. اوكي. تمام. يو. بعدين اروح نطلع على قنابل. اوكي. لمس في الفايب. وات؟ مو واضح ايش اسوي. يا ساتر. ما هي مرتبة، ما هي مرتبة. مشكلة في السم اللي قاعد يرتفع. واو. ولا اروح على طول يمكن. اروح على طول. اوكي 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 اوكي. لا لا، النقطة دي مرة صعبة. ايش هو اللي ينزل تحت؟ لا تقول، لا تقول دامج بوست. اوه لا لا لا، اشوى اشوى. تشيك بوينت. يلا يلا خلينا نلحق على التشيك بوينت. جميل جميل. ليش؟ ايش في الصاروخ؟ لا تقول لي بحتاجه. لا. الى الان ما احتاج تصل. اوه احتاجه هنا. طيب ديني ديني. لا لا، قاعد استعجل والله، قاعد استعجل قاعد استعجل. يمدي 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 بالحياة هذه، ان شاء الله راح اجيبها. لا حلو 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 حلو. يس 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 يس. عطني الثلاثة ونب. خدت الثلاثة ونام. يس يس. أوه. حلوة المرحلة. ما هي بشينة ولا طويلة
ولا صعبة، فيستاهل قلب. نروح للمرحلة الثانية. كايزو. أو لا لا ولا استفدت. طيب أضرب المونشرز بالباو. وأضرب هذا براسي، أخذ الشل. نشوف. لا لا، هذه تاكل الراحة كلها، لأن ما هي واضحة الصراحة. المرحلة مرة ما هي واضحة. اوكي مشت معي. طيب الجنب الفلو. قام. اوكي تاخرت لاني تمام. أغبى موتة والله أغبى موتة. يلا الحياة الأخيرة، مثل ما قلت لكم حتى ما وصلت للتشيك بوينت، وحتى لو وصلت للتشيك بوينت الحين ما منه فايدة. لا لا لا، تكهر هاي لازم ارجع لها. خلونا نخلص مرحلة. طبعا لعبوها 86، خلصوها 3 بس. هنشوف المرحلة ايش طولها. ما هي طويلة. خلينا نخلصها. والله من أول محاولة. وربي العظيم من أول محاولة. طيب ليش يسوي؟ أوكي سبرينج جام. أوكي أوكي ندخل في البايب. الفضاء. طيب ايش المفروض اسوي؟ لا تقول لي ايش الجام. او ارميها. والله ايش الجام. ايش الجام. بس اقدر اسوي تشيز ولا اوكي من جديد. هات الشل. لا اوكي شكرا لك. تمام. you
يلا يلا من جديد، خلونا نعدي هذا المرة. لا هات. ليش أرمي؟ يا الله تمام، خليني امسك زر النط علشان اوكي 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 انفعتنا الشلمت. باومدير الفوز، باومدير يلا بسم الله. لا يلا يلا خلونا نعيدها. اوكي يس. حلوة مرحلة، مع انها في البداية ما كانت شوي ما كان فيها وضوح، لكن تستاهل قلب. طيب عشان المقطع لا يطلع قصير بس مرحلتين، راح العب بالمرحلة هذه تحدي من اخونا عبد الملك، مسميها باسمي مرحلة سبيد رن لي انا. يلا خلونا نحاول نخلصها. طبعا انا لعبتها في بث السابق وما خلصتها، ما قدرت اخلصها، فقلت ليش ما احاول فيها، بما ان عندي بما ان عندي لسه يعني اقصد وقت عشان ما اخلي المقطع يكون قصير. فيلا خلونا نحاول. طبعا انا شفت إلين الدبل شيل جمب، بعد الدبل شيل جمب ما شفت ايش فيه وراه، فشكلها بتكون صعبه، فخلونا نحاول فيها. طبعا عبد الملك، اللي ما يعرف عبد الملك، عبد الملك يوتيوبر وستريمر، عنده قناه في اليوتيوب، بحط لكم قناته في الوصف، فتابعوه، محتوى جيد وادعموه. اوه انا شكلي راح اموت كثير هنا. شكلي من جد راح اموت كثير في المرحله هذه. خلونا نشوف ايش نقدر نسوي. بما اني مت كثير وراح اموت كثير شكلي، فشكلي راح اشوفكم لم احاول، نقول ان شاء الله اني خلصت المرحله. فخلوا المونتاج حق الموتات يبدا. يس 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 اخيرا. اوه اخيرا 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 اخيرا، والله طولت فيها مره، طولت فيها. اوف واو واو واو. يعطيك العافيه حبيبنا عبد الملك، والله جلتني في المرحله هذه. المشكله الكبيره عندي في المرحله هذه ان
الكوبا لما تطلع اللي داخل الكوبا اللي يسمونه كوبلينج الظاهر ما يطلع فيه الهيت بوكس الا بعد فتره، فمش على طول اول ما تنط على الكوبا لازم تنط على اللي داخله، لازم تطول شوي علشان تنط على اللي داخله. فتعبني كثير، تعبني كثير الثلاثه اللي في البدايه خصوصا اللي بعد الدبل شيل جمب والكوين تريل او اللي القروش اللي تدل على مكانه غلط صاير بجهه واحده، فلما دائما اجي عند القروش اموت في وجه الكوبا، واذا وصلت الكوبا انقز عليه بسرعه واجي عند اللي داخله واموت من الشوك ما يطلع له هيت بوكس. فهذا هناك اكثر مكان يعني طولت عنده، لكن قدرنا نخلصه اخيرا يعطيك العافيه عبد الملك. المرحله ان صممت لي مرحله سبيد رن المره الجايه ترى ما راح العبها، انا اقول لك من الحين اذا بتصمم مرحله باسمي وكانت سبيد رن حتى ما راح اجربها، خلاص حرقت اعصابي. سبيد رن ما احب سبيد رن، اكره سبيد رن، يعني اذا حد يكرهني يسوي لي مرحله سبيد رن، اذا فعلا تكرهني يعني ما احب سبيد رن ابدا، ما احب سبيد رن. عموما يعطيك العافيه عبد الملك على المرحله، ما قصرت، يعطيك العافيه وبس ننتظر جديدك ان شاء الله. وبس يا شباب كان المقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لعبت فيه الاندلس سوبر اكسبرت، طبعا خسرت من اول مرحلتين، المرحله كانت حلوه والمرحله الثانيه كانت برضو حلوه لكن شويه فيها صعوبه وفيها شويه عدم وضوح في 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 التوجه وين اروح، لكن برضو خطا مني انا لان ممكن ما كنت رايق شوي وانا قاعد العب فخسرنا من اول مرحلتين. وبعد كذا لعبت المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة لعبتها عشان ما يكون مقطع قصير، ولعبت مرحلة اخوي عبد الملك اللي صمم لي اياها وخلصناها الحمد لله اخيرا قدرنا نخلصها. فبس اتمنى يكون عجبكم المقطع واعذروني اذا كان قصير، انا اعتذر اسف، وان شاء الله المقاطع الجاية تكون اطول من كذا. اتمنى يكون عجبكم، اذا عجبكم تنسون زر لايك، اشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديد اول باول، وشوف المقطع فيكم في المكان. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد، فمان الله.